حضرتنا الجزء الثاني هو الأليج والسكرايد. بالنسبة للأليج والسكرايد يحتوي على contain to 10 مونوسكرايد units، يحتوي على 2 إلى 10 مونوسكرايد وحدات سكرية ترتبط مع بعضها في specific bonds تدعى بالكلاكوسيديك بوند. كلاكوسيديك بوند اون هيدرولايسيس، عندما نحلل هذه الوحدات السكريه اللي هي مكونه من 2 الى 10 راح يعطيني سمبل شوغر يونت، يعني مونوسكرايد. They are subdivided based on the number of monosaccharides. نفس التقسيم بالمونوسكرايد، بس هناك قسمناهم على أساس الـ number of carbon atom، على أساس الوحدات، عدد الوحدات ذرات الكربون. هنا أنا راح نقسمه على أساس الوحدات السكرية، على أساس كم عدد وحدة سكرية ترتبط مع بعضها ب glycosidic bond. إذا عندنا هنا تدعى أيضا بالمونوسكرايد يونت اللي هي أحادية السكريات. دايسكرايد يعني متكونة من وحدتين سكرية، مو فرق طلاب بين الوحدة السكرية وبين عدد ذرات الكربون لتكوين مونوسكرايد. زين، فهنا لما نقول دايسكرايد معناته عندنا وحدتين سكريه مرتبطات مع بعضها بكلايكوسيديك بوند. عندنا الترايسكرايد يعني ثلاث وحدات سكريه، تتراسكرايد اللي هو عندنا رباعيه الوحدات السكريه، والبنتاسكرايد عندنا خمسه عدد وحدات سكريه. بهذا الجدول الكلاسيفيكيشن اوف اوليغوسكرايد اللي يهمنا فقط الداي سكرايد، هو هذا أهم شيء عندنا تحفظوا اللي عندي المالتوز واللاكتوز والسكروز. اثنيناتهم المالتوز يتكون من وحدتين سكرية واللاكتوز يتكون من وحدتين سكرية والسكروز يتكون من اثنين وحدات سكرية بيناتهم كلايكوسيديك بوند. البقية للإطلاع. بالنسبة للتايب اوف مونوسكرايد عندنا، بالنسبة للمالتوز شلون تحفظوها؟ حتى نحفظها وما نغلط بين المالتوز واللاكتوز والسكروز راح ابين لكم شلون تحفظوها. المالتوز بما انه مثلا نقول متشابه، ناخذ حرف الام اللي هو متشابه، فاذا عندي جلوكوز بجلوكوز مرتبط بيناتهم، هاي الزائد تمثل الجلايكوسيديك بوند، الوحدة السكرية الأسرة العفو السكرية. إذن وحدة جلوكوز ترتبط مع وحدة جلوكوز بيناتهم أسرة كلاكوسيدية. اللاكتوز معناته غير متشابه، لاكتوز لا، فمعناته عندي جلوكوز وكالاكتوز. كالاكتوز شلون عدي عرفة من الأي، هذا الأي هو موجود هنا، ف الكالاكتوز يعني نوع من أنواع الحفظ لا أكثر ولا أقل. زين، إذا عدي بالنسبة للسكروز، السكروز فقط يختلف عنه إنه عندي جلوكوز مع فركتوز، جلوكوز مع فركتوز. اذا انا اجي على الدليل الثلاثه شلون احفظهم على الغير؟ المالتوز يعني متشابه، جلوكوز بجلوكوز. اللاكتوز يعني غير متشابه، جلوكوز بكالاكتوز. السكروز ايضا غير متشابه، جلوكوز وفركتوز. ناخذ هسه البوليسكرايد. contain many more than 10 sugar units، يحتوي على اكثر من 10 وحدات سكريه. they have high molecular weight،
لها وزن جزيئي عالي، وأيضا are springly soluble in gold water، قليلة الذوبانية في الماء البارد. They are also called as glycan، تدعى بالglycan. أيضا يعني هاي تسميتها. و they may be either liner، لها تأخذ شكل اللاينر الخطي مثل السيلولوز، والبرانشيد مثل الجليكوجين. They are not sweet and do not exhibit any of the properties of aldehyde or ketone group. قليل يعني ليست لديها حلاوة، أو يعني طعمها مو حلو مثل النشا، أنتم تذوقوه يعني مو حلو. وأيضا ليست لها أو لا تظهر لها خاصيات المجاميع الألدهادية أو الكيتونية من سوى عملية كشوفات عن المجموعة الألدهادية والكيتونية، إن شاء الله من تأخذوها ما تظهر أي علامات أو ما تظهر أي تغيير في اللون اللي يكشف لي على المجموعة الألدهادية أو الكيتونية. البوليسكرايد يقسم أيضا إلى الهيتروبوليسكرايد والهوموبوليسكرايد. الهيتروبوليسكرايد يقصد به الوحدات السكرية للبوليسكرايد متكونة من مادة واحدة متشابهة، مثل إذا الستارش عندنا الوحدة البنائية، يعني بالضبط إحنا البوليسكرايد نعتبره مثل الحائط المبني، متكون من عدة طابوقات. هاي الطابوقة هي وحدة السكر، فكل طابوقة مرتبطة مع الطابوقة الأخرى برابطة جليكوسيدية. الوحدة البنائية طبعا كل طابوقة مشابهة إلى الطابوقة الثانية فتسميها هومو بوليسكرايد. فإذا الستارج يتكون من وحدات سكرية الجلوكوز، تكون لاين ستراكشر يعني بشكل مستقيم. اما بالجليكوجين هو نفس الجلوكوز، نفس وحدة الطابوق اللي احنا بنبنيها، لكن تختلف في عملية الارتباط او في زاوية الارتباط. مرة يرتبط الفا 1-4 ومرة يرتبط بالفا 1-6. اما بالديكستريد هو نتيجة تحلل الجليكوجين أو الستارت راح يعطيني الديكسترين. إذا الوحدة البنائية الأساسية للديكسترين هو أيضا الجلوكوز، هي نفس المادة الأساسية. أما بالنسبة إلى الهيترو، بالنسبة للأبقار للبكتين للجليكوز سكراي أو الجلوكوز سكراي، هذني طبعا فيها يعني غير وحدة السكر أكو وحدة أخرى تختلف عن يعني السكريات وياها جاية خليط غير وحدة السكر اللي هي الجلوكوز. Structural functional relationship of monosaccharide. Structure of monosaccharide راح ندرس بي physical properties والchemical properties. الchemical properties راح ندرسه في المختبر جانب آخر يختلف تماما. اللي يهمنا هسه بمحاضرتنا هو الـ physical properties و structure of monosaccharide. الـ structure of monosaccharide يقصد به احنا اللي يهمنا من كل دراستنا هو أهم شيء الجلوكوز. الجلوكوز is the most important physiological and biomedical monosaccharide، واللي هو يعتبر سكر الدم. ممكن أيضا ندرس الـ straight chain structure اللي هو الشكل الجزيئة المفتوح المستقيم، وأيضا راح ندرس الـ ring cycle structure، لأنه العلماء وجدوا إنه السكر مو دائما يكون هو straight chain، وإنما ممكن يأخذ رينج أو السايكليك ستركتشر. وممكن نمر بدراستنا على شكل الرينج، ما طول أخذ رينج سايكليك، فإذا رح ناخذ شكل القارب والتشير الكرسي.
الرينج ستراكشرز. طبعا مثل ما تشوفون هنا عندنا هذا الشكل اللي شايفيه او الفورمولا هذه هي open chain، هي open chain يعني سلسلة مفتوحة. هو مركب طبعا موجود في الفراغ، شكله يكون بهالصيغة زين. حتى ندرسه لازم نرسمه open chain. في بعض التفاعلات أو reaction وجدوا العلماء إنه ذرة الكربون رقم واحد تعطينا اثنين هيدروجين، تعطينا اثنين هيدروجين. طبعا هذا مثل ما تشوفوه هو مستحيل يصير هذا الشيء، لا يمكن، لأن ذرة الكربون تحتوي على ذرة هيدروجين واحدة، ما تحتوي على ذرتين هيدروجين. إذا فكروا العلماء وقالوا إن النيوكليوكوز أكيد أكيد إلى شكل آخر غير الأوبن تشين، إلى شكل آخر أو صيغة أخرى لازم يدرسوه حتى يعرفون هذه الصيغة. وهذا الكلام طبعا كان كل الصحيح، وجدوا صيغة أخرى تدعى بالرينج ستراكشر اللي هي هذه. زين، إذا حتى يتحول السكر إلى الرينج ستراكشر اللي هو هذا، لازم السكر الجلوكوز ياخذ او يشيل جزيئه مي، وبنفس الوقت راح يشيلها من مكان اخر. اذا ياخذ جزيئه مي من محيطه، طبعا احنا ما نضيف اللي هو ياخذها، ويضيفها الى مجموعه الكربونيل اللي هي السي او، او الى ذره الكربون رقم واحد، ويشيلها من مكان آخر بحيث تكون لي الرينج ستراكشر. زين، إحنا نعرف إنه المي عبارة عن H موجب و OH سالب. إذن راح يخلي هيدروجين، يخلي هيدروجين على ذرة الكربون رقم واحد، و OH على ذرة الكربون رقم واحد. إذن راح يخلي المي في على ذرة الكربون رقم واحد، يكسر الآصر ما بين السي او ويضيف للاو اتش، ويضيف ايضا للسي رقم واحد الاو اتش. اذا بنفس الوقت راح يشيل يضيف جزيئة المي هاي، بنفس الوقت راح يشيل جزيئة مي من مكان طبعا اخر حتى يعطيني الرينج ستراكشر. هو يريد يسوي رينج ستراكشر يعني مركب حلقي، راح شي يسوي طبعا يقفل المركب. اذا راح يشيل على حسب المركب، يحوي اربع ذرات كربون او يحوي خمس ذرات كربون. عندنا مركبين في الطبيعه موجودين، هو مركب الفيوران ومركب اللي يحتوي على اربع ذرات كربون من اسمه فور فيوران، يعني فور اربع ذرات كربون. هاي اقول لكم اياها على مود الحفظ يعني. او مركب اخر موجود بالطبيعه هو البيوران، وناخذ الحرف البي الاول اللي هو بنتوز، متكون من خمس ذرات كربون. البيوران الموجود عندي هنا هو ذرة كربون واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا هذا المركب الحلقي الفيوران موجود أيضا في الطبيعة، لكن عندنا الفيوران يكون أربع ذرات كربون، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ويقفل هنا، يصير شكله شكل الخماسي مع ذرة الأكسجين. زين، نرجع هسه احنا شو نسوي؟ ان خلينا ذرة او جزيئة المي في ذرة الكربون رقم واحد، هسه لازم نشيل المي. فش راح يبدي؟ راح يبدي يشيل الاو اتش، الاو اتش راح يشيلها من ذرة الكربون رقم واحد. طبعا احنا نريد نسوي فيوران هسه او بيوران حسب، طبعا هذا شكل بيوران، فراح نسوي فيوران. إذن راح يفكر
السكر حتى يسوي البيوران الخماسي، الخماسي ذرة الكربون، راح يشيل هيدروجين من ذرة الكربون يا ذرة كربون، راح يشيل ذرة الكربون رقم 5. إذا راح يشيل H من ذرة الكربون رقم 5 ويشيل منانه OH من ذرة الكربون رقم 1. OH من ذرة الكربون رقم 1، وهنا عندنا OH راح يشيل H فقط من ذرة الكربون رقم 5. ايش راح يطلع؟ راح يطلع من عندنا H2، راح يطلع من عندنا H2O، راح يطلع من عندنا H2O اللي هو الماء. يبقى على ذرة الكربون رقم 5 الO الأكسجين اللي هي مجموعة الهيدروكسيل، هاي ينشال منها H، يبقى بس الO، وانشال مننا OH وتكون لي الماء وطلع من الجزيئة. إذا حتى شوية مثل ما يقولون أقرب، صعدت الأكسجين بين ذرة الكربون رقم 1 وذرة الكربون رقم 5، لكن هاي الأكسجين هي أصلاً تابعة لمن؟ ذرة الكربون رقم 5، فتكون لي المركب الحلقي. هسه مبدئياً هو هذا المركب الحلقي، مبدئياً هذا المركب الحلقي. هسه نجي هاي التسمية لألفا اللي جاية من ألفا، دي بعدين نشرحها. الألفا من جاية؟ جاية إذا ضربت إحنا مو عندنا ضربتين أو مجموعتين OH يمين أو يسار. إذا مجموعة الـ OH اللي طلعت من المركب مالتنا اللي هو إذا كانت الـ OH اللي موجودة على اليمين أو على اليسار اعتمادا عليها، إذا انشالت اللي على اليمين، زين، إذا الـ OH اللي أو نقول الـ OH المتبقية في ذرة الكربون رقم 1 إذا كانت على اليمين، هنا هاي على اليمين باقية، فأسمي المركب مالتي ألفا. أما إذا كانت ذرة الكربون اللي موجودة أو الـ OH الموجودة على ذرة الكربون رقم 1 إذا كانت هاي الـ OH على اليسار، فراح أسمي المركب مالتي بيتا. إذا الـ OH مالتي على اليمين هذا أسميه ألفا، إذا الـ OH مالتي اللي بقت على اليسار راح أسمي المركب مالتي بيتا. هذه ملاحظة كلش مهمة، حتى أسمي المركب مالتي ألفا أو بيتا، أو أقولكم مثلا سووا لي المركب أو الرينج ستراكتشر ألفا دي جلوكوز، راح ترسموا لي المركب، بس شو تخلوا لي؟ تخلوا لي الـ OH إذا كانت ألفا على اليمين. زين، أكو ملاحظة أخرى كلش مهمة أيضا، ذرة الكربون رقم 1 كانت هي شنية؟ هي الفاكشنال جروب، هي المجموعة الوظيفية اللي على ذرة الكربون رقم 1. هسه نشوف هنا في الرينج ستراكشر هل هي موجودة؟ لا زالت موجودة الفاكشنال جروب، طبعا ما صارت يعني ما موجودة هاي الفاكشنال جروب، وأصبحت ذرة الكربون رقم 1 شبيهة بذرات الكربون الأخرى في المركب السكري، وبالتالي فبما أنها فقدت الفاكشنال جروب احتراما إلها لأنه هي كانت في يوم من الأيام فاكشنال جروب، راح نسميها حتى نميزها من بقية الذرات الكربون، راح نسميها أنوماريك كربون أتوم، ذرة الكربون الأنومارية، ذرة الكربون الأنومارية. إذا السؤال اللي يطرح نفسه، السؤال اللي راح يطرح نفسه، أني المركب هذا اللي عندي في الستيريو كيمستري اللي أنتوا ماخذيها بالعضوية، الألفا بالنسبة إلى البيتا هم أيزومر، ونسميه أيزومر، ألفا كلوكوز وبيتا كلوكوز هم أيزومرات، فعلا أيزومرات، لكن ممكن أسميهم اسم آخر احتراما لمن؟ لذرة الكربون اللي كانت أصلا
فاكشنال جروب فيها واللي سميناها انوميريك كاربون اتوم. اذا راح اسمي هذين المركبين الالفا جلوكوز والبيتا جلوكوز انومرز انومرز. اذا الالفا جلوكوز والبيتا جلوكوز هما انومرز بالنسبة واحد للآخر، يعني ما نسميهم بس أيزومر، وإنما هي تسمية الأنومرية جاية من ذرة الكربون رقم واحد اللي هي بها فاكشنال جروب، وبالتالي سمينا ذن المركبين المتكونين ألفا وبيتا جلوكوز هما مركبين أنوماريين. زين، شكل الهوارد الستركتشر اللي هو هذا من أريد أرسمه، هذا هوارد ستركتشر هو هذا الشكل اللي تتوزع به ذرات الأو اتش على الكربون. إذا كانت هنا الأو اتش بالأسفل طبعا على ذرة الكربون هاي رقم واحد 2 3 4 5 6 هو هذه ذرات الكربون الستة اللي موجودة في الجلوكوز. ذرة الكربون رقم واحد إذا كانت الـ OH بالأسفل فهو ألفا، أسفل ألفا، انتبهوا علي. إذا OH بالأسفل فنأخذ الـF، حرف الـF من الأسفل معناته ألفا، ألفا نحفظه. والعكس صحيح، إذا الـ OH كانت بالأعلى بالأعلى معناته شنو؟ معناته بيتا. إذا كانت بالأعلى معناته الأو اتش، إذا كانت بالأعلى معناته بيتا. فإذا واحدة من عندنا حفظه، الثانية عكسها. إذا الألفا أسفل، الألفا أسفل، أو اتش أسفل. زين، حتى أسوي الرينج ستراكشر أوف فركتوز نفس المبدأ اللي يعمله الجلوكوز راح يعمله الفركتوز. السكر او السلسله المفتوحه للفركتوز هو هذا، متكون ايضا من 6 ذرات كربون. تلاحظون هنا عندنا المجموعه الفعاله او الفاكشنال جروب هي الموجوده على ذره الكربون رقم 2، فاذا راح يصير عمليه اضافه مي وعلى ذره الكربون رقم 2 تنضاف H للO بعد كسر هذه الآصرة وينضاف من الجهة الثانية الOH، فراح يصير عندنا OH هنا وOH من هذه الجهة، وراح يصير عملية الارتباط على مع ذرة الكربون رقم 5. بنفس الوقت اللي ينضاف به مي راح ينشال مي من جهة أخرى، راح ينشال عندي الH اللي موجودة على الـ OH على ذرة الكربون اعتمادا على اليمين أو اليسار، اعتمادا إنه أنا أريد أسوي ألفا أو بيتا. مثل ما قلت لكم إذا كانت على اليمين، إذا بقت الـ OH على اليمين أنا عندي ألفا، وإذا كانت الـ OH اللي بقت على جهة اليسار معناته إن المركب حيصير عندي بيتا. فإذا راح ينشال من عندي H من جهة من ذرة الكربون من مجموعة الـ OH الموجودة على ذرة الكربون رقم واحد، وتنشال من عندي العفو تنشال الـ OH من ذرة الكربون رقم واحد، تنشال الـ OH كلها للجهة اليمين مثلا، وينشال الـ H على ذرة الكربون رقم 5، راح يتكون لي المركب الحلقي. راح يتكون لي هنا المركب الحلقي بين ذرة الكربون رقم 2 وذرة الكربون رقم 5. تنشال الـ OH من ذرة الكربون رقم 2 وتنشال H من ذرة الكربون رقم 5، يبقى بس الـ O احنا شوية نزحفها حتى ونواصلها بين ذرة الكربون رقم 2 وذرة الكربون رقم 5. شو راح يصير؟ احنا عندنا هنا 2 و 5، طبعا هاي 2 وهذه 5، ايش بقى عندي؟ 6 اللي هي هذه، وعندي شنو رقم 1 اللي هي ها.
فإذا كانت الـ OH اللي موجودة بالأسفل اللي موجودة بالأسفل فيسمى ألفا، فأسفل ألفا على نفس المبدأ راح نحكي بغض النظر إذا كان CH2OH موجودة بالأعلى، إحنا اعتمادا على الـ OH. إذا كانت الـ OH بالأسفل فهو ألفا، إذا كانت الـ OH بالأعلى والCH2OH بالأسفل فالـ OH إذا كانت بالأعلى فهي بيتا، ماشي على نفس المبدأ.